الاريا على البروبرتس اللي هي السرعه والضغط والبرد. كنا احنا عارفين قبل كده من الفلويد ان لما الاريا بتقل السرعه بتزيد. عندنا الموضوع هيختلف شويه. ليه بقى؟ هنحط القوانين طبعا من غير استنتاجات، ما نشوفش احنا الاستنتاجات. نحط القوانين على طول. المفروض ان كان في استنتاج يديك القانون ده. هو الدكتور في المحاضره قايل البروف دي كلها علينا. خلاص يبقى ده ضربه دي على الاستنتاجات. ده موجوده في الاستنتاجات. دي ايكويشن هو استنتجها من الانرجي ايكويشن ومن الكونتينيتي ايكويشن ومن المومنتم ايكويشن. هيجيب تو ايكويشن. دي من الكونتينيتي من المومنتم والانرجي ايكويشن هيديكوا نفس القانون نفس القانون ده. الرو في الدي في الدي دي بيساوي دي. الكونتينيتي ايكويشن هتوصلك لدي بشكل ما اشتغل عليها. انرجي ومومنتم ايكويشن هتوصلك للايكويشن دي. هو من التو ايكويشنز دول جابوا علاقه ما بين السرعه وما بين تغير الايه؟ تغير المساحه. فكان شكلها عامل ازاي؟ دي كده بتوضح تغير السرعه مع تغير المساحه. بعد كده البريشر تغير البريشر مع تغير المساحه. في تغير الدنسيتي برضه مع تغير المساحه. احنا عايزين نقول ايه؟ احنا عايزين نعرف ايه لما الاريا بتتغير الكروس سكشن اريا بتتغير بتاعت المكان اللي الفلو ماشي فيه. ما هو مش الفلو مش هيفضل ماشي في كونستنت اريا ده، ممكن يبقى ماشي في كونفرجنت ضغط او في دايفرجنت. فعايزين نعرف والله هي العلاقه المفروض ما بين السرعه وما بين الاريا لو دي مش موجوده فهي علاقه ضبطيه. واضح الاثنين في البسط. يعني التغير هنا لو التغير في الاريا بالبوزيتيف يعني الاريا بتزيد، فالتغير في السرعه يبقى بالبوزيتيف. بس طلعت هنا في الماك نمبر دي بتاثر معايا. فنشوف الاول، نشوف كده الايكويشنز دي شغاله مع اللي احنا كنا عارفينه قبل كده ولا لا. احنا كنا قبل كده شغالين سب سونيك، ما تطرقناش قبل كده للسوبر سونيك. سب سونيك معناها ان الماك اقل من الواحد. ماك اقل من الواحد يعني المفروض ان التيرم ده نيجاتيف. ولما تبقى الماك هنا اقل من الواحد يبقى ده بوزيتيف، وهتلاقي ده نفس الكلام بوزيتيف ده. تمام؟ طيب لما ده يبقى نيجاتيف معناها ان التغير مع السرعه عكس التغير مع المساحه. وده اللي احنا عارفينه ان السرعه لما المساحه لما تقل السرعه بتزيد. المساحه تزيد السرعه بتقل، علاقه عكسيه. عكسيه مش ما بين السرعه والمساحه، ما بين تغير السرعه وتغير المساحه. لكن شوف ده بوزيتيف بوزيتيف. اه فعلا لما كانت الاريا بتقل كان الضغط بيقل وكانت الكثافه برضه بتقل. فنلاقي دايما ان السرعه عكس مع البريشر ومع الدنسيتي. السرعه تزيد تلاقي الضغط والكثافه اللي احنا بيقل. طب نيجي بقى في الجزء السوبر سونيك. ايه بقى موضوع السوبر سونيك؟ السوبر سونيك المايك بتبقى اكبر من واحد، فده بوزيتيف وده نيجاتيف وده نيجاتيف. فرقم يعني هيتحط بالنيجاتيف. طيب لما دي تبقى بوزيتيف معناها ان لما الاريا تزيد السرعه برضه تزيد. لما ده يبقى نيجاتيف وده نيجاتيف معناها ان الاريا لما تزيد الضغط هيقل، عكس اللي احنا كنا عارفينه قبل كده. تمام؟ طب ازاي؟ احنا كنا عارفين دايما ان الاريا لما ايه اللي يخلي الفلو وهو ماشي في اريا بتزيد خلي السرعه تزيد هو سوبر سونيك. كمان شويه هنعرف ان في حاجه اسمها باك بريشر، معرفش سمعتوا عنها ولا لا. احنا عارفين دايما ان الفلو بيتحرك من ضغط عالي لضغط واطي، او المفروض من انرجي عاليه لانرجي قليله. تعالى نفترض ان هي ضغط. هي نفس الفكره، هو ماشي في دايفرجنت احنا عارفين المفروض السرعه تقل. السرعه تقل دي معناها ان هو ماشي في اتجاه الضغط العالي. لا احنا عندنا عشان خاطر بنخلي السرعه تزيد بنخلي الضغط اقل من الضغط اللي هو بيتحرك منه، فبالتالي هو رايح في اتجاه الضغط المنخفض، فايه اللي يحصل للسرعه؟ تاكسلريت. هنشوفها بقى يعني سبيسيفيك كده لما نيجي نتكلم في الكونفرجن والدايفرجنت. طيب في حاجه اسمها الماكسيموم فلو ريت. ايه موضوع الماكسيموم فلو ريت ده؟ طب الاول هنشوف ايه هي النوزلز اللي عندنا. احنا عندنا حاجه اسمها كونفرجنت نوزل، يعني ده اتجاه الفلو. لو نفس النوزل ديت بس انا عكست اتجاه الفلو خليته من الصغير للكبير، كنا الاول بنقول عليها ديفيوزر، المره دي هنسميها دايفرجنت نوزل. يبقى في كونفرجنت نوزل وفي حاجه اسمها دايفرجنت نوزل. طيب احيانا بقى يلاقي هو مركب الكونفرجنت مع الدايفرجنت كده، دي اسمها ديافان نوزل او اسمها الكونفرجنت دايفرجنت نوزل. وده اتجاه الفلو او ده كيرف ريزالت بالنسبه لك. تمام؟ الماكسيموم فلو ريت بقى بيقول لك ان الفلو اللي ماشي ده وصل لقيمه اسمها ماكسيموم فلو ريت. يعني ايه ماكسيموم فلو ريت؟ هو المثال شبه بالظبط لو يكون واحد بيشرب. تمام؟ وشرب وهو بيشرب. ايه الموضوع؟ يعني انت بتشرب ميه والميه اوفر فلو.
هل ده معناه ان انت من جوه كده خلاص مليان ميه ومفيش مكان تاني يخش؟ لا خالص. بس هي الفكره ان المكان اللي بيمشي فيه الميه ده، البايب اللي بتمشي فيها الميه دي، هي وصلت لحد الماكسيمم فلوريت، مش قادره تتحمل كميه فلوريت تاني، فبالتالي كل ما هو زياده هو مش عارف يخش، فهي وصلت للماكسيمم فلوريت. عندنا هنا الماكسيمم فلوريت بيحصل لما يكون في حاجه اسمها ماك بتساوي واحد. ماك بتساوي واحد، ماك واحد ده اسمه تشوكت فلو. يعني ايه تشوكت فلو؟ يعني الفلو تشوكت دي هي فعلا فلو مخنوق، هي دي معناها، دي معنى تشوكت فلو غير تشوكت. يعني تشوكت دي بالسي دي كده اسمها تشوكت. الثانيه هتلاقي دي كده معناها ماكسيموم فلو ريت اللي هي تشوكت، دي شوك يعني صدمه، دي هنشوفها الشابتر الجاي المفروض. تمام؟ طب ايه بقى الماكسيموم فلو ريت؟ المفروض برضه من السنتاج اللي انتوا ما بتحبوهوش، كنا نوصل ان الماكسيموم فلو ريت يساوي 4.0442 على كارب التيمون بالاس كارب. كده كده مش محتاجين نحفظه لان هو بيبقى مكتوب على الخريطه. كده كده بيبقى مكتوب على الشارت. امتى الماس فلو ريت او امتى الايكويشن دي تكون شغاله؟ دي بس بتحصل عند كي يساوي 1.4 بس. يعني دي المفروض كانت جنرال ايكويشن وجابوا هما السبيشال كيس ديت عند كي يساوي 1.4. طب ايه اللي هو الاستجنيشن بريشر؟ هيبقى كونستنت الونج الفلو ولا هيتغير؟ حاطين الافتراض من الاول ان هو ايزنتروبيك خلاص، يعني مين ويت كونستنت. طب وانتين ويت كونستنت ما عجبتك. ايه الاس بار دي؟ اللي هي عند الرمز بتاع الستار لما كان بيتحط على اي بروبرتي او اي حاجه بيبقى معناها ايه؟ ايه عند الميخ مساوي واحد. اللي هي الريسك يعني ديت الاريا اللي بيحصل عندها ماك بيساوي واحد. الاستار دي هي الاريا اللي بيبقى عندها ماك بيساوي واحد. طيب غير دي لو انا عايز اجيب اي ماس فلو ريت مش عايز اجيب الماس فلو ريت الماكسيموم. لو كان الايكويشن بتاعتها كان شكلها زي زمان. كان ام دوت هتكون بتساوي الرو للاي في بي. صح؟ فين القوانين دي؟ هتذاكر حاجه؟ طيب الرو دي كان اسمها ايه؟ كان بي على الاي والبي. صح؟ طيب لو انا عايز اجيب الماكس اوف بروجيكت من الايكويشن دي قال لك البي ريليتد مع البي مع الاي مع البي. فلو انت عايز تجيب الماس فلوريت وعندك الداتا عند المكان اللي بيحصل عنده ماس بيساوي واحد، فساعتها البريشر في المكان ده هيبقى اسمه بي ستار، والدي هيبقى اسمها بي ستار، والاي هتبقى اسمها اي ستار. في الحالة دي الجي بتساوي السي. طيب هل الماس فلوريت ممكن يتغير؟ لأن لو جبت ماس فلوريت عند نقطة تانية اسمها بي واحد وتي واحد وإي واحد وبي واحد، هل الماس فلوريت يبقى مختلف؟ مختلف؟ ما يبقاش مختلف. ليه؟ لأن ده برضه فرض من الفروض اللي عندنا، إن إحنا شغالين ستيت. يبقى إحنا ون دايمنشنال، خلاص عرفنا إن هو ماشي في مكان واحد، ايزنتروبيك عرفنا إن التي نود والبي نود كونستنت، يعني ادياباتيك وريفرسبل، وكمان ستيدي معناها ان الماس فلوريت ما بتتغيرش. لو عندك شوك ماشي. ما الماس فلوريت ماكسيموم، هو الماكسيموم فلوريت خلاص. يعني هي الفلوريت اللي ماشي في النازل او في الضغط هو ده اقصى فلوريت خالص. ايه؟ في اخر النازل؟ لا هو ينفع الماس فلوريت يتغير؟ لا عموما ما هي لو تشوكت عند اخر النوزل تبقى تشوكت عند اول النوزل، لان يعني الماس فلوريت عند الاول وهو الماس فلوريت عند الاخر. ما ينفعش يبقى الماس فلوريت في الاخر ماكسيموم وفي الاول اقل. طب الزياده دي جت منين؟ هل انت بتسبلاي فلو من مكان تاني؟ الماس فلوريت كونستنت المفروض هي بتبقى كلها بتسمع في النوزل كلها، كلها بتبقى تشوكت. يقول لك النوزل تشوكت على طول. تمام؟ معاكم التيمز المفروض. تقل ايه؟ اول صفحه المفروض هي في البروبرتي بتاعت الجاز، هتلاقي هنا شويه ار ونيو بقى والسبيسيفيك سي بي والدي بي والكي والحاجات دي بتاعت الجاز بتاعت انواع الغازات. يعني لما يديك غاز ممكن تجيب الكي بتاعته من التيبل. انت شايف؟ انا شايف. تمام؟ بعد كده في شويه ايكويشنز، في شويه ايكويشنز في الاول قبل التيبلز. الايكويشنز ديت تخص بقى ايه؟ شابتر ايزنتروبيك وهتخص الشوك ويف والفانو
كل الشبات اللي عندنا ليها ايكويشن، اللي هي وقت ما بيحبوا يرخموا عليكم هيجيبوا لكم ايكويشنز، مش تحل بالايكويشنز بقى. صح؟ طب كده بدانا نتنبأ يعني ممكن نحل بالايكويشنز مش بالتيبلز، هنشوف كل ده. طيب التيبلز بقى تلاقي فيه تيبل 3 4 و5 و6 كل واحد برقم الشابتر. احنا في شابتر 3 شغالين ايزنتروبي، هتلاقي عندك اربع جداول ايزنتروبي، كل جدول عند كي مختلف. يبقى احنا اهم حاجه عندنا في المساله ايه؟ قبل اي حاجه في اي حاجه ايه؟ تعرف الكي، تعرف الغاز اللي انت شغال بيه. لو الكي مختلف عن الاربعه دول هتعمل ايه؟ لا تشوف الايكويشنز بقى. صح؟ ما ده انا برضه ايه؟ نفهم حاجه؟ ماشي. طب نفتح بقى التيبلز ونشوف. سيبنا من الايكويشنز هنشوفها دلوقتي. التيبل هنا هتلاقي في حاجه اسمها الماب، دي احنا عارفينها. في الام ستار، وعرفنا يعني ايه ام ستار، اللي هي الفي على السي ستار. دي ما بنستخدمهاش غير لو هو طلب، يقول لك هات الام ستار، او يكون مديك الام ستار تجيب بيها حاجه ثانيه. غير كده مالهاش دعوه بالقوانين، هل في قوانين هنا فيها حاجه؟ يعني حتى الفي دي اسمها ام سي. الماك بيساوي بي على سي، مفيش ماك ستار ما ظهرتش. يبقى طالبها ويديها لك جيب تجيب بيها حاجه بس. بعد كده في حاجه اسمها الاي على الاي ستار، والبي على البي نود، والرو على الرو نود، والتي على التي نود والكلام ده. ليه هو بقى في التيبل هنا عاملها ريشز كده؟ ليه تي على تي نود وبي على بي نود ورو على رو نود؟ هي الفكره ببساطه، الفكره ببساطه ان هو المفروض يلاقي مسائل مسائل كده كده كده. هو بيبقى كل اللي فينا مثلا يعني هو مديك هنا التي مثلا 1 والتي نود، وهو عايز التي هنا مثلا تي 2 مثلا، او يكون مديك مثلا البي البي 1 والتي 1 وعايز هو التي 2. هو يقصد ايه من البي تي؟ يقصد ان انت المفروض تجيب من هنا الماده. صح؟ بي على الجذر كي ار تي. وبعد ما تجيب الماده والتيبل هنا واضح ان الصف بتاع الماده ممكن اطلع كل الداتا بتاعتي، تقوم جاي مطلعها على طول، من ضمنها حاجه اسمها تي 1 على تي 2. جميل؟ سهلة؟ بعد كده المفروض انك معاك تي 1 يبقى معاك الايه؟ يبقى معاك التي 2. ما انت كده كده معاك الريشن اللي هي التي على التي 2، طالما معاك الباص بتاعك تجيب المقام. بعد كده تلاقي نفسك رايح الناحيه الثانيه، لو هو مديك جيب من تي 2 فتقول له بقى تي 2 على تي 2 اللي هي كونستنت رقم، فتعرف تخش التيبل بالتي 2 على تي 2 وتجيب الماك 2 وتجيب بقيه البروبرتي بتاعت 2. فاهم حاجه؟ يعني هو بيحركك ازاي؟ هو مستخدم الاستجنيشن بروبرتس والكريتيكال بروبرتس اللي احنا قلنا فايدتها ايه المره اللي فاتت، ان هي كونستنت بس هي كل وظيفتها، هو بينسب ما بينها بس. انت عارف ان الكومن الكومن ما بين اول سيكشن وثاني سيكشن ده الكومن ما بينهم هم الاستجنيشن بروبرتس، بي نود تي نود رو نود كل البروبرتس دي. الاي ستار برضو نفس الكلام، هو في هنا ايه على اي ستار، كل ديت المفروض ان هي كومن ما بينهم هم الاثنين. فتقدر تاخد من هنا التي نود تستخدمها هنا، تقدر تاخد من هنا البي نود تستخدمها هنا. هي دي كل الفكره، كل اللي هو بيعملها. تمام؟ طيب في هنا حاجه اسمها الاف على الاف ستار اللي هي الامبلس فانكشن، اللي هي اخر حاجه كانت في شابتر 3 بس كان بيقول لكم اسمها اي على اي ستار، هنا مسمينها اف على اف ستار مش عارف ليه. تلاقي هنا الماك بتتدرج بقى من سابسونيك كده من زيرو وعماله تزيد لحد ما توصل لماك بيساوي 1، وبعد كده يقلب سوبر سونيك. تمام؟ طيب نيجي بعد الماك بيساوي 1 دي، احيانا هو بيكون طالب مثلا انت عايز تفين البي ستار بقى والتي ستار ما هي البروبرتس عند ماك بيساوي 1، البروبرتس عند ماك بيساوي 1 بدل ما اسمها بي على البي نود هيبقى اسمها بي ستار على البي نود، هيبقى اسمها تي ستار على التي نود. صح؟ هتلاقي حتى الاي على الاي ستار هتلاقيها بواحد، لان كانك بتقول شفنا اشكال جديده النهارده. لو في كويس نهارده عشان كده جيت اقول هتلاقي الاي على الاي ستار بيساوي واحد، وهتلاقي اي بروبرتي جوه عشان لما نيجي في وسط المسائل اقول لك البي ستار على بي نود بكام، ما تقعدش تدور على الجداول بتاعت البي ستار على البي نود، خلاص هي البي على البي نود بس عند ماك بيساوي واحد. اللي بيتلخبط يكتب في التيبل هنا كده ان دي ستار على النود، يعني يكتب جنبيها كده ستار على النود عشان ما يتلخبطش ما ينساش. تمام؟ حتى شكرا حلو؟ طيب نشرح بقى النوزلز كده عشان نبدا نخش في الشيت.
تمام كويس هيبقى في الحاجات بتاعت الفيلم الجاي نعم نكتب كده قوانين على طول شفت خلاص فهمت احنا بنعمل ايه بنروح ازاي ونجيب ايه نعم دلوقتي بقى احنا مش بنضم شويه وكريتش ناوي مش عايز ارجوك دي اسهل من كده طب نحل مساله طيب نضرب هنا خطوات عند البيبي تساوي دي انت معايا ولا مش معايا شباب نركز بعد النقطه ركز هو عايز اول حاجه زينو تاني حاجه كالكوليت كريتيكال البيبي تساوي يعني ايه كريتيكال البيبي تساوي اللي هي اسمها تي ستار على تي نود لان هي جت على دماغ بسواء معايا التي نود هجيب تي ستار
ستورج دي ستور. طب الماس البي على سي معايا الاثنين. طب الام ستور ياس ستور او من التيبل ولا حصل ما خلاش التيبل عند نص واحد ما خلاش عند نص واحد. خلينا بالقوانين يبقى بي على سي ستور معاك السي ستور جايبينها من الاول معاك البي اصلا جبنا معاك الام ستور هو عايز الماكسيمم بي البي ماكسيمم بي ماكسيمم كده برضه من المره اللي فاتت جذر الاثنين سي بي تيون صح؟ معاك كل حاجه معاك البي ماكسيمم هو قال لك عند الماكسيمم بلوستي او الماكسيمم سبيد عايز الام والام ستار اهو بيولوجيك هو ماكسيمم سبيد يبقى الماكس بتساوي انفينيتي اصلا يعني ماكسيمم سبيد مفيش اعلى من كده سرعه او انت عارف ان هي المفروض البي على السي والسي جذر كي ار تي والتمبتشر عند ماكسيمم بلوستي قلنا المره اللي فاتت بصفر يعني المقام بصفر يعني الام بانفينيتي والام ستار البي على السي ستار البي هنا بقت بي ماكسيموم والسي ستار كوليسر لان التي ستار كوليسر نجيب الام ستار فيها مشكله؟ طب نحل بقى المساله رقم 6 ومعنى ان هو ريفرسبل ارجاعي معنى ان ما بيحصلش لوسس واللوسس كانت بتحصل في التوتال بريشر اصلا من برنولي ايكويشن فده معناه ان البي مود كونست كمان شويه هنبقى ديابيتك بس هتلاقي البي مود مش كونست البي مود بتتغير بالمناسبه هي البي مود لما تتغير تقل ولا تزيد؟ تقل بقى لوجيك خلاص احنا عرفنا ان هي حاجه شبه خزان طاقه كده مليان مجموعه انرجيز كده موجوده للماء طول ما في هي الماء او الفلو دوت ريفرسبل معناها لا ارجاعي معناها ان بيحصل لوسس في التوتال بريشر فدايما دايما مش حاجه اسمها بي نوت 2
اكبر من البي نود 1 دايما 2 هتبقى اقل من 1 خلاص. طيب نرجع تاني البي 1 على البي نود اللي معايا ان ده كان على البي 1 على البي نود او البي على البي نود عشان انا عارف ان دي نقطه ممكن اخش منها للتيبل. طيب منها ممكن اجيب بقى كل الصفحه كل الموجود في الجدول. فاكرين شكل الجدول كان عامل ازاي؟ كان ام كان ام ستار كان بي على البي نود كان تي على تي نود وكان في كمان مكان بتاع البي على الستار صح؟ خلاص انا من نقطه واحده اسمها البي على البي نود اهي ممكن اجيب بقيه الداتا اللي هنا والداتا اللي هنا تمام؟ طيب هنجيب بقى الام 1 هو كان عايزها وهنجيب التي 1 على التي 2 معرفش هنستخدمها في ايه بس جبتها صح؟ ممكن كمان نجيب الرو 1 على الرو 1 واحنا ماشيين والاي 1 على الستار شويه الداتا دي نطلعها مره واحده ممكن تحتاجها في بقيه المساله. المساله دي صغيره بس المسائل اللي باقيه ممكن تبقى طويله شويه فيها كذا مطلوب. طيب الاف خلاص هو هنا عايز التي طب تمام مش انا معايا التي 1 على التي 2 ومعايا التي 2 كمان صح؟ يبقى انا عارف اجيب البسط جميل. طب انا عايز البي قال لي ما انا عارف ان البي بتساوي الام في سي اللي هي جذر الجي ار تي انا معايا تي 1 ومعايا الام 1 لسه جايبها يبقى انا معايا تي 1 صح؟ والكي 1.4 والار 287 287 صح؟ دي فيها مشكله؟ سوبر سونيك ديفيوزر معناها ايه؟ معناها اول حاجه ان الفلو اللي ماشي سوبر سونيك ديفيوزر معناها شكل الكروس سكشن جاي عامل ازاي؟ كده صح؟ ده اتجاه الفلو ماشي. يقول لي هو يتحرك من ماك بيساوي 3 لماك بيساوي 1.5 يعني الام 1 بيساوي 3 والام 2 بيساوي 1.5 بعد كده بيقول لي انت ستاتيك بريشر and temperature at the diffuser inlet كانت ب 30 و250 يقصد ايه بالستاتيك بريشر والتمبرتشر اللي هي البيو بتزيد على الايد صح؟ يعني هو مديني تي 1 مديني تي 1 30 كيلو باسكال و250 كيلو بعد كده يقول لي كالكوليت هو عايز ايه بقى؟ عايز الستاتيك بريشر رايز انا عايز الدلتا دي بقى رايز وبيقول لي ان هي رايز معناها ان هو عايز بي ايه ناقص بي 1 طب هل ده لوجيك؟ طبيعي ان الضغط يزيد؟ لا ليه؟ في السوبر سونيك ليه؟ ايوه ما هو السوبر سونيك يزيد؟ قال لي اصل ايه اللي بيحصل للسرعه؟ السرعه بتقل طيب يبقى هو عايز البريشر رايت وعايز الريشيو اوف ذا انلت تو ذا اكزيت كروس سكشن اريا اوف ذا ديفيوزر عايز الجي 1 على الجي 2 كريشيو بعد كده find the mass flow rate per unit area at the inlet of the diffuser هو عايز ال n dot 1 على ال a 1 وبعد كده بيقول لي show the process على t s diagram هو عايز يشوف ال process اللي حصلت من نقطة 1 2 على t s diagram المفروض ان هو طبيعي طبيعي ال t s diagram انا شفتها عامل ازاي هو ادي ال s وادي ال t اول حاجة انا لو مكانك لو هفكر انا كده كده عندي ال process دي ايزنتروبيك فانا عارف ان نقطة واحد واثنين لازم يبقى على مستوى رأس واحد صح؟ طب طالع ولا نازل بقى؟ ما هو اثنين اعلى بيبقى طالع. هيبقى طالع كضغط ودرجة حرارة هيزيد هو خلاص ادي البروسيس خلاص؟ طب نرجع بقى نحل المسألة. نعمل ايه؟ طب طالع ان احنا شغالين تيبلز اول حاجة الكي بتاعتي ايه؟ 1.4 يبقى عرفت ان انا سلم اول جروب من التيبلز. دي اول حاجه. طب انا هخش الكيبورد ازاي بقى؟ اولا هنا الداتا اللي انا مش عايزها يبقى انا لازم اجيب من حاجه هنا قمم اللي هي بي نود او تي نود تخليني اروح الناحيه الثانيه.
ده مطلوب. طب انا هخش التيبل اصلا ازاي؟ من مال سهله. طب يعني انا ممكن من الام 1 اخش التيبل بتاع ايزنتروبيك اجيب البي 1 على البي 2 واجيب البي 1 على البي 2 صح؟ معايا البي 1 ومعايا البي 1 يبقى انا معايا البي 2 ومعايا البي 2 تمشي؟ وممكن كمان اجيب البي 1 على البي 2 ما اعرفش ممكن استخدمه ولا لا بس جبتها غلط هنشوف. طيب نيجي للان 2 هي معايا جيفن برضه واحد ونص ممكن اجيب بقى البي 2 على البي 2 والتي 2 على الجي 2 ممكن اجيب الاي 2 على الاي ستار مش كل ده من الصف بتاع التيبل عادي حد كده مش عارف يستخدم التيبلز لما تبقى تجيبها حد عارف يستخدمها؟ ايوه حد مش فاهم التيبلز؟ المفروض اول ما التيبلز تقع في ايدك ما تستناش تحل. طب انا كده معايا البي 2 ومعايا الجي 2 المره دي معايا المقام هعرف اجيب البي 2 وهعرف اجيب البي 2 واسال الاي 1 على الاي ستار والاي 1 ستار عشان الاي ستار كلها حلو فانا عشان اجيب الاي 2 او الاي 1 على الاي 2 علشان اجيب الاي 1 على الاي 2 ممكن اقول الاي 1 على الاي ستار بالظبط على الاي 2 على الاي ستار تنفع؟ من غير ما انا اخش اصلا على اسبر ولا اعرف كام كام. طب دي حاجه دي الريش دي. طب بالنسبه للدلتا دي ممكن اقول له بقى بي 2 ناقص بي 1 بي 1 ناقص بي 2. طب عايز اجيب بقى الماس ريت وايه القانون بتاع الماس ريت؟ رو اي بي رو اي بي صح بس من اجيبه في اليونت اريا طب اسمه الرو من بي على رو 1 بي 1 هو المفروض ان الماس ريت كونستنت المفروض الماس ريت كونستنت بس هو عايزها ريلاتيف للاريا 1 خلاص فهو اخبرك ان الرو والبي والاي يبقوا 1 صح؟ الشغل بقى ايه؟ يعني انت قاعد تقرا تقول الاف دوت على الاي هو عايزها في اليونت اريا اه ما انا عارف ان الماس بلوريت كونستنت فاي رو في اي بي او الرو بي عند نقطه واحده لا هي عند نقطه واحد لان هو عايزها ريلاتيف للاي 1 طيب الرو بقى تجيبها ازاي؟ بي على ار تي بي 1 على الار في تي 1 صح؟ طيب والبي 1 الماخ في ال الام في جانب الكي ار تي صح ولا ايه؟ الدنيا سهله ماشيه طب كده فاضل حاجه كده بس وكان عايز التي اس ديجرام وعملناه الحته بتاعت الرش بتاعت الاريا دي هندسه عادي الحته بتاعت الرش ايه واحده على ايه؟ الرياضه بي 1 هتشتغل على ايه اثنين؟ على ايه ستار؟ ايه ستار؟ نخش بقى على اهم موضوع النهارده، اهم موضوع الكونفرجنت لوجيك والكونفرجنت دايفرجنت لوجيك ايه اللي بيحصل فيها والدنيا ماشيه ازاي؟ نفترض ان احنا عندنا تاني التانك ده بيدي كونفرجنت لوجيك تمام وانا عايز ادرس تاثير حاجه اسمها الباك بريشر على الفلو ايه اولا الباك بريشر؟ الباك بريشر هو الضغط اللي انت بتصرف فيه بمعنى لو انا هنا برمي خزان الميه يبقى الباك بريشر هو ضغط الخزان لو انت بترمي في الاتموسفير يعني النوزل دي بترمي في الجو يبقى الباك بريشر هو البي اتموسفير هل هو الاكزيت بريشر ولا لا؟ ده اللي عايزين نعرفه لكن هو كباك بريشر ملوش دعوه بالنوزل ملوش دعوه بالنوزل احيانا بيساوي الاكزيت بس احيانا ما بيساويهاش بس المهم نبقى احنا عارفين ان هي الضغط اللي انت بتصرف فيه. طيب انا عايز اتحكم او اشوف تغير الباك بريشر ده هيأثر ازاي على الفلو فعلشان اغير الباك بريشر واعمل التجربه دي فهم حطوا محبس اللي شفتوه في المحاضره ده هو كان شكله عامل كده صح؟ ده محبس احنا عارفين ان المحبس ده وهو مقفول ما بيبقاش فيه فلو اول ما بنفتحه ايه اللي بيحصل الباك بريشر؟ تبدا تقل
طول ما انت عمال تفتح المحبس طول ما انت عمال تقلل الباك بريشر عشان انت بتعمل دلتا بي ده وظيفه المحبس اصلا. فانا بغير الباك بريشر بقللها وبشوف ايه اللي بيحصل للفلو. فهنيجي بقى نفس الشارت الاكس ده هو الديستانس الونج النازل يعني ده كده اللي هو الديستانس بتاع النازل يعني. اما الاكس ده هنسميه البي بس البي على المين دايما احنا بنحب الكالبريشن تمام. اول كيس لما كان المحبس مقفول ما كانش فيه فلو بيتحرك مش بقدر اتكلم ليه والمحبس مقفول المفروض ان مفيش فلو بيحصل. في الحاله دي يبقى الضغط هنا هو الضغط هنا هو الضغط هنا هو الضغط هنا مفيش اصلا فرق ضغط يعمل فلو. فتلاقي ان البي عند الانلت بيساوي البي عند الاكزت بيساوي البي باك بيساوي اصلا البي نول من الاول اصلا كله ضغط واحد صح؟ طيب معلش نقصر ده كده شويه ونجيب كيرف تاني. الكيرف ده هو الكيرف بتاع الماس بريد ينفع؟ طيب في الحاله دي هل في ماس بريد اصلا؟ زيرو. نفتح المحرز شويه هنعمل ايه في الباك بريشر؟ هيقل شويه ده الباك بريشر وصل لحد هنا. طيب يبدا يحصل فلو. الفلو شكله عامل ازاي؟ الضغط بتاعه بيقل لان السرعه ايه اللي بيحصل لها؟ بتزيد السرعه بتزيد الضغط بيقل. هتلاقي هنا البي اكزت بتساوي البي باك هما بيساووا بعض الاكزت بيساوي باك بريشر ده اللي احنا عارفينه من الفلو. ساعتها الماس فلو ريت بدا يبقى فيه قيمه بقى بدا يبقى فيه ماس فلو ريت. فضلت افضل افتح المحبس والسرعه تزيد والضغط يقل السرعه تزيد السرعه تزيد السرعه تزيد لحد ما وصلنا لمرحله كده اسمها الماس بيساوي واحد. وهنا بقى نبدا نتكلم هل ممكن نوصل في الكونفرجنت نوزل للماس بيساوي واحد ولا لا؟ نشوف لو افترضنا جدلا ان احنا عمالين نزود السرعه وجينا عند المقطع ده وقلنا ان المقطع ده افتراض ان وصلنا عنده الماس بيساوي واحد هل ينفع؟ هنشوف. لو احنا وصلنا الماس هنا بيساوي واحد المفروض اللي يكمل هنا ايه؟ سوبر سونيك. لكن اللي هيحصل ان ايه بيحصل لل ايه اللي يحصل للسرعه؟ ترجع تقل تاني سوبر سونيك. سوبر سونيك السرعه مع الاريا طردي الاريا تقل السرعه المفروض تقل. فانت بتتكلم ان بيحصل اكسلريشن وصل لما بيساوي واحد وبعد كده السرعه عايزه تقل تاني. اللوجيك ده ما بيحصلش. الفلويد ما بيعملش الكلام ده ما فيش حاجه يفضل ماشي السرعه بتزيد وتقل ده ما بيحصلش. علشان كده هو الفلو بيكيف نفسه ان هو مستحيل يوصل لما بيساوي واحد جوه الكونفرجن ده اخره يوم ما يوصل لما بيساوي واحد يوصل عند المخرج. يعني عند المخرج وارد ان المخرج يكون بيساوي واحد ده اقصى ما يمكن. ليه؟ لان هو بعديها خلاص هو بعديها طرف في رمى خلاص في اي كان المكان اللي بيصرف فيه فخلاص هو مش هيحصل مشكله ان الفلو هيقلب تاني. مش الفلو مش احنا اللي بنخليه يعمل ده هو اوتوماتيك بيعمل ده. احنا بدانا نفسر هو ليه عمل كده؟ ليه ما قدرش يوصل لما بيساوي واحد جوه؟ هو دلوقتي مش الباك بريشر ده الضغط اللي انا بصرف فيه فانا ازاي بقلله؟ يعني هو انا عشان كده حطيت محبس. ثواني هو المحبس ده بيعمل ايه؟ المحبس ده بيعمل دلتا بي لو مفتوح على الاخر هيبقى الضغط الباك بريشر يعني كانه مش موجود فالاتموسفيريك هو الباك بريشر لما تقفله شويه فانت عملت ديفرنس ما بين الاتموسفيريك وما بينه هو عند المحبس عند لحظه المحبس هبقى معاه في لاير هي ملهاش سيكنس من هنا اكزت ومن الناحيه الثانيه باك بريشر بس هي اصلا ملهاش سيكنس حرفيا. احنا قلنا هم بيساووا بعض علشان خاطر ايه؟ هي اصلا نفس اللاير نفس اللاير تمام؟ دلوقتي هنلاقي نفس اللاير دي هنا ضغط وهنا ضغط تاني اصلا بس هو وظيفته ان هو عند الفولف بالظبط عند الفولف البريشر بيبقى اقل من البريشر الاتموسفير لان هو ده وظيفته اصلا ان هو بيعمل دلتا بي ده محبس تمام؟ حطه ليه؟ حطه عشان خاطر انا عايز اقيس ظاهره معينه بعمل تجربه تمام؟ المهم قدرنا نفتح المحبس عرفنا ان احنا اخيرا ممكن نوصل لما بيساوي واحد بس فين؟ عند المخرج بس. طيب قدرنا نقل لحد ما وصلنا عند نقطه النقطة دي اسمها ماك بيساوي ساعتها البريشر هيبقى اسمه ايه؟ بيستور على بي نوت بيستور على بي نوت خلاص؟ وفي الحالة دي مفيش مشكلة الاكزيت بريشر بيساوي الباك بريشر دي مشكلة؟ طب ساعتها الماس فلو ريت هيزيد طب هل يكون وصل للماكسيموم ولا ها؟ طب نعرف ازاي ان هو وصل للماكسيموم؟ هو الماس فلو ريت ده فانكشن في السرعة هل انت ممكن توصل لسرعه اعلى من ماك بيساوي واحد في النوز
الكومبوزيت دي؟ انتوا معايا ولا ايه؟ ما ينفعش. يبقى الماس فلوريت هينفع يزيد عن كده؟ يبقى في النوزل دي ده ماكسيمم فلوريت. بقى خلاص خلصت. يبقى احنا كده في النوزل دي احنا وصلنا للماكسيمم فلوريت، مش هينفع اعلى عن كده تاني. يبقى في المرحله دي نبدا نقول بقى ان خلاص الماس فلوريت وصل للماكسيمم. النوزل في الحاله دي اسمها تشوك نوزل تشوك. انا ممكن يسالك السؤال ده يقول لك ايه؟ هل النوزل تشوك ولا لا؟ هنعرف نقارن ازاي دلوقتي؟ بس انتوا معايا لحد دلوقتي؟ طب نفترض ان في واحد خاوي بقى ماسك المحبس فتح تاني. لوجيك المفروض لما الضغط يقل ايه اللي يحصل للسرعه؟ يزيد. وهل هينفع تزيد على المكنه زي واحد؟ لا. تبدا تحصل بقى موضوع الايه؟ الاكسبانشن. تبدا تلاقي ان انت وصلت الباك بريشر بالرقم ده ولكن الاكزيت بريشر فضلت ثابته على موقفها عند كام؟ عند بي ستار. ودي الحاله الوحيده اللي تبقى الاكزيت بريشر فيها مختلفه عن الباك بريشر. لما تكون الباك بريشر اقل من ايه؟ من البي ستار. كل ما الباك بريشر تبقى اقل من البي ستار هي خلاص الاكزيت بريشر مش هتقدر تقل، لو قلت السرعه هتزيد وهي مش هتعرف تزود السرعه. في الحاله ديت بيحصل حاجه اسمها اكسبانشن ويفز، دي برده تقريبا ليها شابتر يعني او جزء من شابتر كده ساعتها هنشوف شكلها عامل ازاي. تمام؟ بس خلينا لحد دلوقتي عارفين ان انا الخط الفيصل بتاعي هو البي ستار. لو الباك بريشر اعلى منه يبقى النوزل شغاله سابسونيك، النوزل لسه مش تشوكت، لسه عادي، الماس فلويد مش ماكسيموم، جاست انك توصل لحد البي ستار او تقل عن البي ستار بالباك بريشر تقل عنها يبقى انت ايه؟ النوزل تشوكت، باك عند الاكزيت بيساوي واحد صح؟ والبي اكزيت بتساوي البي ستار خلاص ما بتساويش الباك بريشر. هتفهم حاجه؟ علشان كده لما بيجي يقارن انا اديتك دلوقتي كيس نوزل وعايز اعرف هي النوزل دي تشوكت ولا عن تشوكت؟ تقارن ازاي؟ بالبي ستار والباك بريشر نمسكهم قصاد بعض، او يعني البي ستار على بي نون والباك بريشر على بي نون، بما اننا بنحب الريشيو دي نمسكهم قصاد بعض، لقيت الباك بريشر اقل يبقى ايه؟ هتشوك. حد فاهم حاجه؟ اسال بقى. ممكن انا اسال تمام؟ قول انت بقى تمام؟ ساعتها الاي عند الاكزيت استور اسمها استور صح ولا ايه؟ هو الباك بريشر هيبقى ايه؟ الباك بريشر هو ايه؟ الضغط ده نص فيه لا الباك بريشر ممكن يقل ازاي؟ هو الباك بريشر بالظبط كده لو في الكيس زي الادمايت مثلا زي الطيارات او الصواريخ او اي كده حاجه زي كده هو ضغط لا تكون فيه ولا تكون شغال على ارتفاعات عاليه الضغط فيها قليل عن الاكزيت بتاع تصميم النوزل دي ليها تصميم علشان توصل هناك عند المخرج يساوي واحد صح؟ فالبي ستار معروف لو كتبت التيبلز عند غازات الاحتراق هتفرض ان اللي ماشي في النوزل ده غازات الاحتراق بقى هي طياره بقى صح؟ لو دخلت بالكي دي هيبقى انت معاك البي ستار رقم ليتس سي مثلا 30 كيلو باسكال وانت بتطلع بالطياره لحد ارتفاع الضغط بره 20 كيلو باسكال خلاص انت كده حققت كي هي كانت مش هتقدر تعلي عن كده وانت بره بقيت عامل لها ضغط اقل يمكن يحصل اكسبانشن ويف سوبر؟ لا سوبر ايه؟ ما هو ينفع نوصل لسوبر سونيك من الكونفرجن تنوزل؟ ما ينفعش اصلا احنا قلنا خلاص هي اخرك ما تسوحنا عند المحرم طيب خش على حاجه تاني احنا قلنا تبقى نوزل شوك لما يبقى الباك بريشر اصغر من البي ستار وقلنا البي اكس بتساوي البي ستار ممكن ايه؟ ماشي البي اكزيت بتساوي البي ستار حاله النزول شوك البي اكزيت بتساوي البي ستار لا هما بيساووا بعض في الحاله اللي بتبقى فيها ماك بتساوي واحد في حاله ان الباك بريشر تقل كمان عن البي ستار بتفضل البي اكزيت بتساوي البي ستار انت دلوقتي عندك الباك بريشر عماله تقل طول ما هي عماله تقل الاكزيت بريشر ماشيه معاك ماشيين مع بعض وصلوا لحد البي ستار الباك بريشر قاعد تقل يعني ظروف الاتموسفيريك اللي بره بس الاكزيت بريشر مش عارفه تقل عن كده خلاص هي ثبتت عند البي ستار عشان السرعه مش عارفه تزيد عن كده تمام طب شوف بقى الكونفرجن درايفنج نوزل اسمع عايزين نشوف نفس الكلام نشوف نصغرها بقى شويه عشان نجيب كده كده الكلام ده في جزء الكلام ده
تسمع عندكم مسائل هتيجي مش هتيجي زي اللي قبل كده، تيجي زي دي ولا دي اصلا يعني. خلاص كويس، ركز فيه. احنا عرفنا هنا نقارن ازاي، عايزين نعمل نفس الكلام ده. هنحط نفس المحبس اللي هو وظيفته ان هو يغير الباك بريشر، وعايزين نشوف تاثير بقى الباك بريشر ده على النوزل، تاثير الباك بريشر على النوزل دي. في الحاله الاولانيه في فلو صح، الحاله الاولانيه كانش فيه فلو، اول ما بدات افتح المحبس شويه حصل اكسلريشن هنا صح، وبعد كده يحصل ديسلريشن تاني. ينفع وصل سوري لان البريشر الباك بريشر اللي هو عمال يقل، حصل هنا الضغط قل، وبعد كده الضغط اللي حصل له تاني زاد، ويفضل نفس الكلام. انا عمال اقلل الباك بريشر والضغط يقل، وبعد كده يرجع يزيد تاني. احنا لسه قايلينه في الاول تغير الكروس سكشن اريا، كل ده سبسوني. فانا فضلت افتح المحبس افتح لحد ما وصلت لمرحله عندها بيحصل ماء مسواه. هنا بقى ايه بيحصل ماء مسواه؟ هي عند الفروت هنا. ما قدامكش حل تاني. ليه؟ ان اولا هو ماشي سبسوني صح؟ مش هيحصل ماء مسواه في الكونفرجنت سكشن ده صح؟ افترضنا ان هو عدى من الثروت ولسه ماء مش مسواه. فهو اصلا السرعه هترجع تقل تاني مش هتزيد. فهو علشان يلحق يوصل لما يساوي واحد ما قداموش حل غير فين؟ غير عند الثروت. فانا هوصل لحد المرحله بتاعي ان الضغط عند الثروت اسم بيس طالع على البينو تمام؟ طيب وبعدين؟ تعال نفترض ان احنا معلش نخليها نقطه ثانيه نجيبها اهي. دلوقتي الفلو هو عند ثروت مات بيساوي واحد وقدامه دايفرجنت نازل، هل يكمل فيها سب سونيك ولا يكمل فيها سوبر سونيك؟ ما هو قدامه حاجه من اثنين، وليه ما يكملش سب؟ الاريا هتزيد، ممكن السرعه تقل حسب الباك بريشر، على حسب الايه؟ الباك بريشر. دلوقتي انا خلاص عارف ان البيس طالع دي الليمت بتاعتي صح؟ فهو بقى الفلو دلوقتي بيساوي واحد قدامه الضغط عالي هيعمل ايه؟ هيديسيلريت هيكمل سب سونيك. لكن لو هو قدامه ضغط اقل من البي ستار هيأكسلريت، ما ده طبيعي. يبقى على حسب الباك بريشر، لو الباك بريشر في المرحله دي يكمل سب سونيك، لو الباك بريشر في المرحله دي هيكمل سوبر سونيك. هتفهم حاجه؟ مش فاهمين؟ انا فضلت اقلل الضغط لحد ما النوزل وصلت لحد ما بيساوي واحد، توصل عند ما بيساوي واحد فين؟ عند الثروت صح؟ طيب بعد كده الفلو قدامه حاجه من اثنين، يكمل سب سونيك يكمل سوبر سونيك، لان هو قدامه دايفرجنت سكشن. ايه اللي يخليه ديسلريت مش ياكسلريت مثلا؟ على حسب الباك بريشر. لو هو واقف عند الثروت، الضغط عند الثروت اسمه بي ستار، وقدامه الباك بريشر اعلى منه، فطبيعي هو هيديسلريت فهيكمل سب سونيك. لكن لو هو شايف الباك بريشر قدامه اقل من الضغط اللي هو واقف عنده اللي هو البي ستار، هياكسلريت فالسرعه هتزيد. ده اللي بيحدد هو يكمل سب سونيك ولا يكمل سوبر سونيك. في الحالتين الباك بريشر بتساوي الاكزيت بريشر، سب سونيك سوبر سونيك. هنا دائما وابدا الباك بريشر بتساوي الاكزيت بريشر. طيب في الحاله بقى السب سونيك ولا السوبر سونيك بتبقى النوزل تشوك، ثاني حاله من الاثنين. عارفين يعني ايه نوزل تشوك؟ ماكسيموم فلوريت، يعني في ماك بيساوي واحد في النوزل. انهي واحده فيهم بقى تنفع، سب سونيك ولا سوبر سونيك؟ سوبر سونيك. والسب هو مش هيفرق في الوقت واحد؟ ماشي، والسب سونيك مش تشوك؟ تشوك برضه، هي تشوك، الاثنين تشوك. يبقى هنا كانت تشوك بس عند المايك بيساوي واحد عند المحرك، وهو سب سونيك مش سوبر سونيك. هنا تبقى تشوك لو سب سونيك او سوبر سونيك، جاست ان هو وصل للبي ستار او وصل للمايك بيساوي واحد، تبقى النوزل وصلت الماكسيموم فلوريد خلاص، يكمل سب يكمل سوبر على حسب الماك بريشر. طب هنا بقى، هنا اعرف ازاي الاول، معلش معلومه دي اسمها ديزاين، النقطه دي اسمها الديزاين بوينت. الديزاين بوينت ان هي بتبقى وظيفه الكونفرجنت دايفرجنت نوزل اصلا، وظيفتها ان هو عايز يجيب سوبر سونيك فلو من الزيرو او من السب سونيك، فدي وظيفتها. فعلشان كده لما بيقول لك النوزل شغاله على الديزاين كونديشن او على ديزاين بوينت، يقصد ايه؟ يقصد ان هي تشوك، يقصد ان المايك بيساوي واحد عند الثروت، يقصد ان البي اكزيت هي البي ديزاين، ويقصد ان هو شغال سوبر سونيك.
الباك بريشر اقل من الجي ستور. هتدفع حاجه؟ لا لو قال ديزاين، لو قال لك النوزل شغاله عند الديزاين كونديشن، الديزاين كونديشن بتاعتها هي الكونديشن اللي هي السوبر فيشر. فاهم حاجه؟ طب الماكرو ايه بقى؟ لو رسمنا الكيرف بتاع الماكرو ايه؟ ده شكله عامل كده. وهي دي نقطه الماكس. صح ولا ايه؟ اكتر حاجه مين مش فاهم؟ مين مش فاهم؟ طيب نحل مسائل؟ الباك بريشر اقل من الفيسبوك. هي كده صفصفه. بس هو مش بيبقى عامل النوزل دي عشان في الاخر يطلع صفصفه. هو كان عمل دي وخلاص كونفرت. هو بيبقى الغرض من دي السوبر سونيك. الغرض منها السوبر سونيك عشان كده هو عاملها. انتوا بتنقلوا ايه بقى بالظبط؟ بتحلوا ايه؟ يعني ايه الشيت اللي انتوا بتعملوه؟ ماده ايه؟ اللي بيتحل ده ايه؟ اللي بيتحل ايه؟ ازاي الاريا مختلفه والماك هي هي؟
ده هلس لسه صاحي بقى وفاهم مفيش الكلام ده. اريا بتتغير الماس بتتغير معانا واحنا بنمشي على الكونفرجن كلوزنج. فاكر قلنا ان هي ماكسيمم يوصل ل 101 عند الاكزيت. والله نسيت اللي انا كنت عايزه. واحده في الاول قلنا ان تغير الاريا يبقى على السرعه لو هي سب سونيك يبقى العلاقه عكسيه يعني الاريا تقل السرعه تزيد. فاول حاجه تثبت ان هنا الماك مش هي الماك الاريا بتقل. فطبيعي السرعه عند نقطه 2 تبقى اعلى من السرعه عند نقطه 1. ده في الاول. من شويه بقى احنا قلنا ان في الكونفرجنت نوزل ما ينفعش يوصل لماك بيساوي 1 عند في النص اخره يوصل لماك 1 عند المخرج صح؟ وفي النص سب سونيك هنا سب سونيك هنا اقل من 1. طب دي تاني حاجه. ليه انا جبت البريشر بي على الفيديود على ان بيساوي 1 عند ماك بيساوي 1 اصلا وانا ما اعرفش هي تشوك ولا لا؟ علشان انا عارف ان البروبكتس اللي اسمها الستار بتيجي عند ماك بيساوي 1 الستار عند ماك بيساوي 1 لكن لسه ما اعرفش هل هي ماك بيساوي 1 ولا لا؟ ما اعرفش. طلع بيساوي 1 صدفه فقلت خلاص يبقى الام عند المخرج بيساوي 1. من دي لا الاثنين اكبر من ام 1 تمام. طيب نيجي بقى للبريشر للضغوط. انا عندي النقطه دي لو بصيت لها من جوه النوزل اسمها اكزيت بريشر. بصيت لها من بره النوزل اسمها باك بريشر. امتى ما يساووش بعض؟ في حاله الحاله اللي انا بتكلم فيها دي نتشر. ساعتها الباك بريشر مع نفسها والاكزيت بريشر هي البي ستار لان هي بتحصل عند ام بيساوي 1 تمام. خلاص انا كده معايا البي ستار ومعايا البي ستار حلو. طيب انا لسه عايز اجيب بقى ايه الاريا. سؤال الاريا عند الاكس اسمها ايه؟ الاريا ستار. هي الاي ستار. طب ايه المشكله بقى لو انا دخلت عند باك واحد حد شاف حاجه؟ عند ام واحد من هنا وجبت الاي على الاي ستار وانا معايا الاي معايا البسط اعرف اجيب الاي ستار اللي هي اصلا انهي؟ اللي هي الاي اكس اللي هي الاي تي. انا كده جبت الاي والبي والكيو والاي فاضل الماسكرو ريت. وهجيب الـ A معلش عند الـ A بيساوي 1 ولا الـ A بيساوي 1؟ الـ A 1 ليه بيساوي 1؟ الـ A عند الـ exit ما A star. تمام. تجيبها ازاي؟ ما قدامكش حد غير ان انت تخش هنا معاك الـ M والـ A تجيب الـ A star. ماشي الـ A اللي هي النص اللي هي النص؟ ده كده. تمام. طيب الماس فلوريت قدامك حاجه من اثنين يا تستخدم القانون اللي هو السبيشال دوت اللي هو 0.04042 ده. ده فانكشن في البي نود والتي نود والاي ستار والثلاثه معايا. مش هي ماكسيمم فلو ريت؟ هي ماكسيمم فلو ريت ولا لا؟ فينفع الايكويشن دي؟ طيب او برضه استخدم القانون بتاع الرو اي بي. الرو اي بي هيجيب معاك برضه مش مشكله الرو اللي هي الرو ستار او البي على الار تي ستارات في الاي ستار معاك في البي اللي هي اسمها السي اللي هي جذر كي ار تي ستار. فده قانون هيوديه وده قانون هيوديه بس القانون اللي هو السبيشال ده عند كيب كام؟ 1.4. ما تستعجلش تروح تستخدمه في اي غاز 1.4 بس. طب لو هي كانت ان شوك يعني اسمع بقى لو ان شوك فمعناها ان الاكزيت بريشر بتساوي الباك بريشر ومن هنا اعرف اخش بقى معايا الاكزيت ومعايا البي نود يبقى انا اعرف اخش التيبل ده اجيب الايه؟ الماك واعرف اجيب التي بقى على التي نود واعرف اجيب كل البروجرس واكمل. خش في البي باك خلاص بقى البي باك بيساوي البي اكزيت. طيب في معلومه معلش نرجع تاني للكونفرجن للبيرنينج كلوز. نرجع تاني هي مش دي في حاله باك بيساوي 1 اسمها الاي ستار ماشي دي مش كده. طب هنا هنسميها ايه مثلا؟ 1 مش احنا احيانا قلنا عند مقطع واحد ده ممكن يبقى سب سونيك ممكن يبقى سوبر سونيك والحالتين تبقى ضحك بيساوي واحد عند السرعات عادي مش مشكله. علشان كده لو دخلت التيبل في حاجه اسمها الاي على الاي ستار هتلاقي لها نقطتين في الجدول مش نقطه واحده. نقطه عند ماك سب سونيك ونقطه عند ماك سوبر سونيك لوجيك صح؟ يعني الاي على الاي ستار دي بتضار ما تفتحش التيبلز اول ما تفتحها اول ما تلاقي الاي على الاي ستار تقفشها على طول. لا لازم تبقى عارف انت شغال سب سونيك ولا شغال سوبر سونيك. يبقى الاي على الاي ستار في التيبلز
نفس القيمه ليها 2 ماك، يعني هتلاقيها في مكانين، هتلاقي كده ماك بيساوي 1 وانت طالع هنا البي على الاستار بتقل وانت نازل تلاقي على الاستار بتقل، هتلاقي نفس القيمه هنا نفس القيمه هنا، وتطلع تلاقي قيمه وقيمه صاب وسوبر وما طلبتش. طب الايكويشنز بقى معلش نشوف شكلها موجوده فين في التيبلز هنا مثلا، هي البي على البنود، بي على البنود، هتلاقي الايكويشن كلها ايا كان شكلها عامل ازاي هي فانكشن في الام والكي، فانكشن في الماك وفي الكي. علشان كده هم لما جم عملوا التيبلز اول حاجه قال لك عند كي بتساوي 1.4، قعد يعوض في الايكويشن بماك بواحد واثنين ونص واربعه من عشره ومش عارف ايه، وقعد يعمل تيبلز. يبقى الايكويشنز دي عشان تستخدمها انت محتاج ايه؟ الام والكي. تقدر تجيب البي على البنود والتي على التي نود، او العكس معاك البي على البنود والكي تعرف تجيب الماك، وممكن يجيبها. انا حليت بالتيبلز بس هي ممكن يجيب ايكويشنز، بصوا عليها. واحنا خلصنا ولا ايه؟ طيب المره الجايه هنقول جزء صغير فاضل في شابتر 3 ونحل الكام مساله اللي فاضيين عليه، حلو، هنخش في شابتر 4. المطلوب بقى معلش رجاء 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 معلش في شيت هيتسلم المره الجايه، تمام؟ شيت هيتسلم المره الجايه اللي هي المسائل الفرديه، تمسك المسائل الفرديه في الشيت في 1 ل 27 تحلها. شيت 3 حاولوا شويه نسمع اسمع عشان بس دي حاجه مهمه، دي اهم من السكشن بس. حاولوا زي ما اتفقنا نظبطوا مع الدكتور حد يروح يتكلم يقول له ايه هي المشاكل اللي عنده؟ ايه اللي هي الدنيا اللي الناس مش بتفهم ازاي؟ عشان الموضوع ده مهم يا جماعه، مهم ان انتوا تروحوا تكلموا الدكتور. اقول